بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وإمامه وخليله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 61 بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء 8 من شهر ربيع الأول 46 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستفتح في مجلسنا هذا بعون الله وتوفيقه أول درسي باب العيدين، فلعله ننتهي من أحاديثه في مجلسين إن شاء الله تعالى، هذا أولهما. ففي الحديث، ففي الباب 6 أحاديث، لعلنا نتدارس في مجلس الليلة 3 الأولى منها إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعله لنا ولكم علما نافعا، حجة لنا لا حجة علينا، هو ولي ذلك سبحانه وتعالى والهادي إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب العيدين. هذا الباب هو الباب الموفي للعشرين من أبواب كتاب الصلاة، وترجم له المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب العيدين. وأنتم تعلمون أن هذا التبويب أو الترجمة بهذا العنوان وارد جدا في أبواب كتب الأحاديث والفقه على حد سواء، يعني أن المحدثين والفقهاء لا ينفكون عن تخصيص العيدين بباب في الرواية حديثا وفي الفقه أحكاما. فالفقهاء يبوبون للعيدين، والمحدثون أيضا يبوبون للعيدين استقلالا. ولما تستقل صلاة العيدين بتبويب عند أهل العلم محدثين وفقهاء؟ يعود ذلك لأسباب، منها أولا أنها من جنس الصلاة. فإذا تكلمنا عن كتاب الصلاة وأحكام الصلاة وما يتعلق بمسائلها، فإن للعيدين أيضا خصوصية تفرد من أجلها الأبواب. وثانيا، لاستقلال وخصوصية صلاة العيدين عن غيرها من أنواع الصلاة، فهي ليست كصلاة الجمعة، وليست كصلاة الاستسقاء، وليست كصلاة الخوف، ولا كالصلوات المفروضة الأخرى، فلذلك خصت بأبواب تجعلها أيضا واحدة من المسائل التي تفرد بالرواية في السنة وبالأحكام عند الفقهاء. وثالثا، لأن صلاة العيدين يا كرام أضحت من شعائر الإسلام، وواحدة من علامات الدين ومن سمات الملة التي يعتني أهل الإسلام بإبرازها من حيث الأداء وإقامتها في جوامع المسلمين وفي حواضرهم عبر التاريخ. فما زالت صلاة العيدين واحدة من شعائر الإسلام التي تظهر في الأمة في كل بلاد الدنيا. وأما العيدين فهو مثنى عيد مشتق من العود، فأصله واوي، وكان حقه في اللغة أن يجمع على أعواد، جمع عيد مشتق من العود أن يجمع على أصله الواوي، لكن للتفريق بينه وبين العود المجموع على أعواد قيل لها العيدين والأعياد بالياء دون الواو. مشتق من العود بمعنى الرجوع، العود مصدر للفعل عادة، يعود عودا، فالعيد مشتق من العود الواوي الأصل، وأخذ من هذا المعنى وهو العود لأمور لغوية ذكرها أهل العلم تعود إلى جملة من المعاني. قيل مأخوذ من العود لتكرر العيد وعودته بتكرر السنين، وقيل بل لعود السرور بعوده، فكلما عاد العيد عاد معه السرور والفرح بما شرعه الإسلام. وقيل بل من العود لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه،
والمقصود بالعوائد الهبات والأجور والكرامات التي يختص الله تعالى بها أهل الإسلام في كل من العيدين. وقيل سمي العيد عيدا تفاؤلا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة قافلة حين خروجها من البلد تفاؤلا بقفولها، أي برجوعها سالمة. فأخذت في اللغة هذه الكلمات مراعاة لهم من تلك المعاني، وما زالت الناس إلى اليوم إذا هنأت بعضها بالعيد ذكرت هذا المعنى مستصحبة إياه، أعاده الله علينا وعليكم، جعله الله تعالى عيدا لنا ولكم من العائدين، يعني ممن يعود لمثله. وربما صرح بعضهم في التهنئة فقال أعادكم الله لمثله أعواما ودهورا وحباكم من فضله بهجة وسرورا وأمثال هذا، فهو ملحوظ فيه هذا المعنى. بقي أن يقال يا كرام إن صلاة العيدين من شعائر الدين وعلامات الملة، وإن اختلف كما سيأتيك الآن في وجوب صلاة العيدين فلم يقل به الجمهور بل قالوا بسنيته المؤكدة، لكنها تبقى صلاة العيد معلما من معالم الفرح والسرور، وهي بمعناها الآخر في حكمة تشريع الإسلام أن أمة الإسلام حين تفرح الفرح الذي يملأ حياتها بهجة وسرورا فإن فرحتها مرتبطة بوجه عظيم من التعبد وهو إقامة الصلاة، بخلاف فرحة أهل الملل بأعيادهم فإن فرحة يصحبها في الغالب تحلل ويصحبها فجور وفسق وكثير من غشيان المعاصي والمنكرات. فسبحان من جعل فرحة العيد لأهل الإسلام في عيد مرتبطة بعبادة وذكر. أما ترون أنه شرع لنا في العيدين من ليلة العيد التكبير والتهليل وذكر الله عز وجل وشرعت صلاة العيدين؟ وختاما فإن الملحظ في صلاة العيدين تشريعهما في الإسلام عقب فريضتين لركنين من أركان الإسلام، فعيد الفطر يأتي عقب صيام رمضان ركن من أركان الدين، وعيد الأضحى واقع بعد الحج أيضا ركن من أركان الإسلام، فينظر فيه إلى هذا المعنى البديع ولله الحكمة البالغة، لكن من تأمل وجد في طرف من معاني تلك الحكمة أن الله عز وجل إذ جعل فرحة العيد عقب هاتين العبادتين وأداء هذين الركنين فلمعنى عظيم يستحق الفرحة والبهجة والسرور حتى تتحول حياة الأمة إلى عيد تبتهج به، فتلبس الجديد وتوسع على الأهل والعيال وتطعم الطعام وينسى الفقير فقره في ذلك اليوم ويعيش بهجة يشارك فيها أمة الإسلام، فتعم الفرحة والبهجة والسرور الصغير والكبير والفرح والمحزون والغني والفقير لحكمة عظيمة. أما شهدت رمضان في عيد الفطر؟ أما شهدت أيام عشر ذي الحجة؟ ما معنى هذا؟ معنى أنه في تلك الأيام الفاضلة المباركة من بين سائر الأيام 30 يوما في رمضان بلياليها وتكتنفها ليلة القدر وما فيها من عظيم فضل وخير وعتق من النار، وانتبه لهذا المعنى عتق عظيم من النار، قال عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة في رمضان. وجاء في بعض الأحاديث وإن يعني كان في صحتها نظر أن الله عز وجل يعتق في آخر ليلة من رمضان أعظم مما أعتقه في سائر الشهر، وفي صحة الحديث نظر. فإذا جئت إلى عيد الأضحى وجدته كذلك، ما عيد الأضحى الذي يعقب يوم عرفة؟ ما يوم عرفة؟ هو للحجاج كفارة الذنوب والميلاد من جديد. يوم عرفة للحجاج أن يأذن الله عز وجل لهم بالوقوف على ذلك الصعيد وأن يباهي بهم ملائكة السماء، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، وفي حديث مسلم قال ما أراد هؤلاء وعند غيره أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عظيم، ولغير الحجاج أيضا يوم عظيم مبارك يصومون فيه يوم عرفة فيكثر لهم سنتين، سنة قبله وسنة بعده، ثم هو للحجاج ولغير الحجاج يصيبون فيه ذلك الموعود الكريم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أرأيت أعظم مواضع العتق الإلهي للعباد من النار يقع في هذين الموسمين العظيمين، رمضان بأيامه ولياليه
والحج بعد يوم عرفة. بالله عليكم، ألا يحق لأمة الإسلام أن تفرح في العيد بالعيد؟ وكل مسلم لحسن ظنه بربه وصدق اجتهاده في أداء ما افترض عليه وما تقرب به إلى الله في ذاك المكان أو في الآخر، فإنه يحسن الظن أن الله قبله وأعتق رقبته، فينطلق يوم العيد فرحا مسرورا، وإذا به يلبس الجديد ويوسع على الأهل والعيال والحلوى والأموال والاجتماع الأسري وإطعام الطعام، كل ذلك فرحة بأمر عظيم. يا كرام، عظيمة هي شريعة الإسلام التي تربط أبناءها في مقتضى الحياة العامة وأنماط الفرح الفطري والبهجة الإنسانية والممارسات الاجتماعية، تربطها في صميم ذلك بعمق دينها وارتباطها بخالقها لا انفكاك، لحياة المسلم في كل شأن من شؤون حياته حتى في ساعات الفرح والبهجة والسرور. ولهذا ما زال أهل العلم وخطباء الجوامع ينبهون دوما في الأعياد أنه ينبغي أن يراعى هذا المعنى العظيم. لما؟ لئلا يهتك المسلم متعة الفرحة بالعيد ولذة الابتهاج به باستشعار معنى التعظيم لله عز وجل، لئلا يهتك ذلك بشيء من التعدي على بعض حدود الله وهتك الحرمات والوقوع فيما يغضب الله عز وجل، فإن المقام مقام عظيم، والفرحة بالرب الكريم، وحق ذلك أن تكون الفرحة في العيد محاطة بهالة من استشعار هذا المعنى الكريم. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. طيب، هذا أول أحاديث الباب، وقد تقدم في باب الجمعة أيضا الدلالة على هذه الصيغة، عندما يروي بعض الصحابة أمرا من أمور الشريعة والأحكام فيكفي أن ينسب ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإليه المرجع وقوله الحجة وفعله وفعله الحجة صلى الله عليه وسلم. فما المقصود من إضافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبقية الخلفاء، حتى لو جاء في بعض الروايات عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ما المقصود من إيراد زمن الخلفاء الراشدين في تشريع أحكام ثبتت حجيتها بالنسبة إلى زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أحسنتم، هو إثبات إحكام الأحكام، أن الحكم محكم غير منسوخ وباق في دلالته بدليل بقاء هذا الحكم ودوامه زمن الخلفاء الراشدين. قال: يصلون العيدين قبل الخطبة، ودلالة الحديث كما سيأتيك في أعظم أحكامه أن خطبة العيد واقعة بعد الصلاة بخلاف الجمعة التي تقع خطبتها قبل الصلاة. قال ابن الملقن رحمه الله: قال أهل اللغة الخطبة بضم الخاء، وأما خطبة المرأة فبالكسر، ولهذا قال الله تعالى: خطبة النكاح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعاً، وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الآحاد، وإن كان هذا الحديث من آحاد ما يدل عليها. قال رحمه الله: لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا، ما قال الواجبة ولا المستحبة لوقوع الخلاف. طيب، اختلفوا في كون صلاة العيد واجبة أو مستحبة أو فرض كفاية، ما الذي اتفقوا عليه؟ أنها شعيرة مطلوبة شرعا. فانظر إلى دقة أهل العلم في التعبير، قال: لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا، فأثبت أولا كونها مشروعة، وأثبت كونها شعيرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله، جمع شعيرة، وهي أعلام الدين البارزة وأحكام التي أصبحت شعارا للدين. تقول مثلا: الأذان من شعائر الإسلام، والصلاة من شعائر الإسلام، والله يقول: إن الصفا والمروة
من شعائر الله، وعرفة أيضا من الشعائر، ومنى ومزدلفة والجمرات والكعبة والطواف والسعي، كل ذلك من شعائر الدين. قال: لا خلاف أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا. ولما أشار إلى هذا الاتفاق فهو يشير ضمنا إلى الاختلاف في الحكم تفصيلا، هل صلاة العيدين فرض عين أو فرض كفاية أم سنة مؤكدة؟ ثلاثة أقوال عند أهل العلم رحم الله الجميع. وممن ذهب إلى وجوبها وجوبا عينيا أبو حنيفة والأوزاعي والليث رحم الله الجميع، وهي رواية عند مالك ليست هي المعتمدة في المذهب عنده. وأما القول الثاني فذهب إليه بعض الشافعية كالاصطخري، ورواية عند أحمد هي المذهب المعتمد أن صلاة العيدين فرض كفاية لا بد من القيام بها في الأمة، فإن تركتها أثمت، وإن تركها أهل بلد أثموا، ولو أقامها بعضهم أجزأ عن البقية. وهو قول وسط بين القول الأول بأنها فرض عين والقول الثالث بأن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وهو قول مالك والشافعي وجمهور أهل العلم رحم الله الجميع. فإذا صلاة العيدين سنة مؤكدة عند مالك والشافعي والجمهور، فرض عين عند أبي حنيفة والليث والأوزاعي، وفرض كفاية قول وسط بين القولين عند أحمد وبعض الشافعية رحم الله الجميع. لما الخلاف؟ لما جاء في أدلة صلاة العيدين مما يحتمل ذلك؟ جمهور العلماء استدلوا على عدم وجوب صلاة العيد لا فرض عين ولا فرض كفاية بجملة النصوص التي أكدت وجوب الصلوات الخمس دون ما سواها، مثل حديث الأعرابي: ما فرض الله علي من الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات. فلما أكد هل يجب علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فنص في المسألة استند إليه الجمهور في عدم وجوب صلاة الوتر، في عدم وجوب صلاة العيد وغيرها من الصلوات. وأما من ذهب إلى الوجوب عينا كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم رحم الله الجميع، فبالنظر إلى أن الشريعة أكدت حضور صلاة العيدين حتى في حق من لا تجب عليه الصلاة، وسيأتيكم إن شاء الله، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور والحيض. العواتق الكبيرات وذوات الخدور من لا يخرجن من البيت أصلا، فتخرج في الإسلام المرأة الكبيرة والمرأة التي لا تعرف خروجا من دارها، بل حتى من لا تجب عليه الصلاة وهي الحائض. قال: يشهدن مصلى المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قالوا: فإذا قالت أمرنا، قالوا: فإذا توجه الأمر إلى من لا تجب عليها الصلاة، أفلا يتوجه الأمر من باب أولى لمكلف عاقل بالغ تجب عليه الصلاة؟ وأدلة أخرى مثل: فصل لربك وانحر، في خلاف يذكره الفقهاء. والمقصود يا كرام بيان عظم شأن هذه الصلاة، أعني صلاة العيد، التي زهد فيها بعض المسلمين اليوم، إما تخففا وإما كسلا. تخففا يعني يرى أن شهود صلاة العيد هي على المذهب عندنا سنة فلا يجب علي حضورها، أو فرض كفاية والجامع ممتلئ ما شاء الله، فلو غبت عنها قام الآخرون بالواجب وبالفرض الكفائي، فيقع هذا تخففا أو كسلا، فإذا به ليلة العيد قد انشغل بما يتهيأ به لعيده من شراء ثوب وحلوى وقضاء حوائج الأهل والعيال، فيصبح سهران متعبا يتكاسل، فإذا جاء وقت صلاة العيد آثر النوم أو الراحة أو الجلوس، ثم هو ينشط بقية يومه لبعض مظاهر العيد والتزاور والتواصل الاجتماعي، يحرص أن لا يغيب عن عشاء الأسرة أو غدائها، يحرص أن لا يفقده أهل الحي في مجلس الحي في وقت العيد، لكنه زهد في مسألة صلاة العيد يا كرام. وإن كان من يرى ذلك يذهب إلى كونها سنة، فليس المقصود بقول العلماء سنة مؤكدة التخفيف من شأنها، لكنهم من حيث الصنعة الفقهية ينظرون إلى مقتضيات الأدلة. وأيا كان الأمر فلا يليق بمسلم أكرمه الله
فأشهده العيد. وقلت قبل قليل من شهد العيد شهد حتما فرضا عظيما من فرائض الإسلام وأياما عظيمة من أيام الدنيا. فوالله أقل حقوق الله عز وجل على العباد شكرا له في مثل تلك الأيام المباركة أن يشهد صلاة العيد، أن يكبر مع المسلمين لله عز وجل، وأن يحمده وأن يشكره، وأن يحضر المجامع التي يحب الله عز وجل من عباده أن يشهدوها. قال رحمه الله تعالى: وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الأحاد. يعني إذا قيل ما الدليل على مشروعية صلاة الأحاد قيل التواتر. أي تواتر؟ تواتر علمي وعملي. أما العملي فاستمرار إقامة صلاة العيد في الأمة جيلا بعد جيل، هذا من نقل الكافة يعني الكافة كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. وأما التواتر العلمي فالأحاديث التي وإن كانت أفرادها آحاداً لكن مجموعها متواتر، يعني كم عدد الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة التي فيها ذكر صلاة العيد، إما خطبة العيد وإما صلاة العيد وإما الأضحية بعد صلاة العيد، مجموع الروايات قال يبلغ مبلغ التواتر الذي يقطع العذر، يعني يقيم الحجة ولا يجيز خلافه. قال: وإن كان هذا الحديث من أحد ما يدل عليها، فحديث أحد مع ثان وثالث وعاشر وخمسين ومئة مجموعها أصبح متواترا معنويا كما يقول المحدثون، وإن لم يكن التواتر لفظيا فحديث مع حديث مجموعها يتكلم عن صلاة العيد، وإن لم تتحد ألفاظها اتحدت معانيها في مشروعية صلاة العيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد كان للجاهلية يومان وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب، فأبدل الله المسلمين منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده وتمجيده وتوحيده ظهورا شائعا يغيظ المشركين. يقصد رحمه الله ما أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: قد أبدلكم الله عنهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فدل الحديث هذا على ما أشار إليه المصنف أنه كان في الجاهلية يومان للعب والفرح والسرور، فجعل الله تعالى لأمة الإسلام هذين العيدين عوضا وبدلا من كل أعياد الجاهلية. نعم. قال: وقيل إنهما يقعان شكرا لله تعالى على ما أنعم به من أداء العبادات المتعلقة بهما، فعيد الفطر شكرا لله تعالى على إتمام صوم رمضان، وعيد الأضحى شكرا لله تعالى على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمها إقامة وظيفة الحج. نعم، يعني أن الحكمة في مشروعية صلاة العيدين أمران: الأول الحمد والتمجيد والشكر والثناء لله جل وعلا، وهذا صريح في رمضان، قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ومثله أيضا عيد الأضحى. والحكمة الأخرى الشكر لله على ما أنعم به من أداء العبادات في رمضان بالصيام والقيام والتماس ليلة القدر والدعاء المستجاب والفطر وسائر العبادات المباركة في رمضان كالاعتكاف، وفي عشر ذي الحجة بكل عمل صالح يفضل عند الله عز وجل غيره من سائر العمل. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. دل ذلك على أن إقامة العيدين نوع أو وجه من وجوه الشكر لله على ما أعان وأنعم ويسر وهدى لأداء تلك العبادات في رمضان وفي عشر ذي الحجة، قال: وأعظمها في العشر إقامة وظيفة الحج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت أيضا أن الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد، وهذا الحديث يدل عليه، وقد قيل إن بني أمية غيروا ذلك. أما دلالة الحديث فصريح في قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، فهذا صريح.
وكذلك سيأتيك في الحديث الثاني أيضا تأكيد لما دل عليه هذا الحديث أيضا. قال وتقدم أن ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للتأكيد على إحكام الحكم وعدم تغيره أو نسخه. قال رحمه الله: وقد قيل إن بني أمية غيروا ذلك. غيروا ماذا؟ غيروا مسألة الابتداء بالخطبة قبل الصلاة. في الحديث كانوا يصلون قبل الخطبة، فأمة الإسلام تصلي العيد ثم يصعد الخطيب للخطبة، ولأن الصلاة انقضت فلا يجب الجلوس للخطبة بخلاف الجمعة، فإن الجلوس للخطبة واجب، ويتبقى الصلاة أيضا ينتظرها الناس بعد تمام الخطبة، بخلاف صلاة العيدين. وسيشير المصنف رحمه الله إلى بعض الفروق بين العيد والجمعة التي من أجلها اختلف الحكم في مسألة الخطبة أن تقع هنا قبل الصلاة وهناك بعدها. قوله رحمه الله: وقد قيل إن بني أمية أول من غيروا ذلك، يعني ممن جعلوا خطبة العيد مقدمة على الصلاة مثل الجمعة. هذا الذي أشار إليه عدد من أهل العلم كالقاضي عياض وغيره رحم الله الجميع، وأن بني أمية من أوائل من فعل ذلك. قيل إن أول من قدمها قدم الخطبة على الصلاة معاوية ابن أبي سفيان في خلافته رضي الله عنه، وقيل بعض ولاته على الأمصار في أيام خلافته كمروان ابن الحكم في المدينة وزياد في البصرة، وهذا يرجع أيضا إلى دلالة بعض الأحاديث كحديث الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما أنكر على مروان بن الحكم تقديم الخطبة، فأنكر عليه وشده بإزاره وذكره بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا هذا دلالة على أن أول من فعل ذلك مروان، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر عليه تقديمه الخطبة قبل الصلاة خلافا للهدي النبوي. وأما الأقوال الأخرى فليست خلافا بقدر ما هي إشارة إلى بعض الوقائع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم خلافا بين المسلمين، يعني في مسألة تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيد. قال: إلا عن بني أمية. قال: وعن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما فعلاه. قال: ولم يصح عنهما. ثم قال: ولا يعتد بخلاف بني أمية، لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، قد أنكر عليهم فعلهم وأنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلف في أول من غير ذلك. قال: فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم في الصحيح أنه مروان كما تقدمت الإشارة قبل قليل، وقيل بل سبقه إلى ذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. قال: روى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس ثم خطبهم، يعني على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أي صار يخطب قبل الصلاة. هذا منقول عن الحسن البصري وإسناده صحيح، يشير إلى بدء عثمان رضي الله عنه بذلك مع العلة. فلما قدم الخطبة؟ نعم، خشية أن تفوت الصلاة على الناس، فقدم الخطبة تأخيرا للصلاة حتى يدركها من يخشى فواتها. قال: وهذه العلة، والكلام لحافظ ابن حجر رحمه الله، غير التي اعتل بها مروان. مروان لماذا قدم الخطبة؟ لإجبار الناس على السماع، فلو قدم الصلاة انصرفوا، فالحكمة مختلفة. قال: فهي غير العلة التي اعتل بها مروان، لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة. لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يعتمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب، والإفراط في مدح بعض الناس. قال: فعل هذا إنما راعى مصلحة نفسه. ثم قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه فعل ذلك أحياناً
بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسب إليه. قال وقد روي عن عمر أيضا مثل فعل عثمان. قال عياض ومن تبعه لا يصح عنه، يعني عن من؟ عن الخليفة عمر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر وفيما قالوه نظر، لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب. إيش يقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قال رحمه الله تعالى يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب وكذا حديث ابن عمر، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا وإلا فما في الصحيحين أصح، يعني إما أن نجمع بأنه فعل ذلك أحيانا وإلا فإذا اضطررنا للترجيح فترجيح رواية الصحيحين من حديث ابن عمر أصح بكونه لم يفعله عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وجميع ما له خطب من الصلوات فالصلاة مقدمة فيه إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة، وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين. كل ما له خطب من الصلوات، ماذا غير العيدين والجمعة؟ الاستسقاء والكسوف، النبي عليه الصلاة والسلام خطب فيهما. قال كل ما له خطب من الصلوات فالصلاة فيه مقدمة على الخطبة، صلاة استسقاء ثم خطبة، صلاة كسوف ثم خطبة. قال إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة فإن الخطبة فيه مقدمة على الصلاة. فإذا قيل لما جعلت خطبة الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيد بعدها؟ نعم. قال وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين، أحدهما أن صلاة الجمعة فرض عين ينتابها الناس من خارج مصر ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في أمور الدنيا، فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض، لا سيما فرض لا يقضى على وجهه، وهذا معدوم في صلاة العيد. إيش يعني فرض لا يقضى على وجهه؟ الجمعة إذا فاتت فإنها لا تقضى ركعتين وخطبة، تقضى ظهرا أربعا، فإذا إدراكها مؤكد. فجاءت حكمة الشريعة في جعل صلاة الجمعة بعد الخطبة لإفساح وقت من الصلاة، لإفساح وقت ليدرك الناس الصلاة. قال لأن الصلاة تدركهم وهم في أشغالهم، فالمزارع في مزرعته والعامل في مصنعه والموظف في وظيفته، قد انخرط الناس في الأشغال لأنها بعد الزوال والناس في أول النهار قد ذهبوا إلى أعمالهم، فهم بحاجة إلى العودة إلى الجمعة. فإذا جعلت صلاة الجمعة بعد الخطبة لإفساح مزيد من الوقت ليدرك الناس الصلاة ويتلاحقون ولا يفوتهم الفرض. قال وهذا المعنى معدوم في صلاة العيد. من أي ناحية؟ من أنها تأتي مبكرا بعد طلوع الشمس والناس بعد ما توجهوا إلى أعمالهم، فإدراكهم للصلاة آكد وأيسر من صلاة الجمعة. وأيضا فإن صلاة العيد على قول الجمهور سنة فلا قضاء، وبالتالي إذا فاتت لا حاجة إلى القضاء، ومن يراها فرض عين فإن صلاة العيد ركعتين تقضى أيضا ركعتان، فلا شيء يشبه من ذلك في صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني من ماذا؟ من وجهي التفريق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. الثاني أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط منها الخطبتان. طبعا هذا خلاف قول الجمهور، هل صلاة الجمعة هي صلاة ظهر وزيادة، يعني صلاة ظهر مع زيادة أحكام وشروط، شروط تصبح ركعتين وتتقدمها خطبتان؟ هذا قول مرجوح، والراجح عند الجمهور أن صلاة الجمعة فرض مستقل. نعم. قال الثاني أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط منها الخطبتان، والشرط لا يتأخر، ويتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة. يعني صلاة الجمعة الظهر أربع ركعات، وجعلت مقصورة الركعتين بشرط أن تتقدمها خطبة، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. طبعا هذا اجتهاد،
ونوع من التأمل في التماس وجه يذكر لهذا المعنى فرقا بين الجمعة والعيد. نعم. قال: ويتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة فلزم تقديمه، وليس هذا المعنى في صلاة العيد، إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. قال الصنعاني رحمه الله: وهذه الفروق غير محتاج إليها، لأن التشريع ليس مقصورا على أمر معين فيرد ما عداه إليه، إلا أنه لا بأس بها، وهي وجوه تخمينية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. طيب، أصل المسألة الأم في هذا الحديث ما هي؟ نعم، في مسألة اشتراط أن تكون الأضحية مذبوحة بعد صلاة العيد لا قبلها. هذه المسألة الأم المستفادة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وثمة مسائل أخرى أيضا مكتنفة في هذا الحديث، مثل مسألة اختصاص أبي بردة رضي الله عنه بهذا الحكم من غيره، ومثل مسألة أن اشتراط السن التي في الأضحية لقوله إن عندنا عناقا، والعناق ولد الماعز الصغير الذي ما بلغ السن المجزئة في 6 أشهر ودونها، فإنها أيضا من شروط الأضحية، وهي جاءت ضمنا في الحديث. لكن المسألة الأم هو اشتراط أن تكون الأضحية بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد فعلا أو بعد صلاة العيد وقتا؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. النسك هنا هو الذبيحة. ومن نسك قبل الصلاة، يعني ذبح قبل الصلاة، فلا نسك له. ولما قال أبو بردة: يا رسول الله، نسكت شاتي، يعني ذبحت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، أحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم، يعني لحم للبيت ولأهلك ينتفعون به، لا أضحية ولا ثواب ولا نسك. قال: يا رسول الله، قال معتذرا، يعني ما عندي شات أخرى، لكن عندي العناق وهي ولد الماعز الصغير، أحب إلي من شاتين، يعني هي من حيث الطيب والاستحسان عندنا في البيت هي أطيب من شاتين. فقال: نعم. لما سألوا أتجزي عني، قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. فهذا الحديث هو عمدة الفقهاء في مسألة الاشتراط في الأضحية أن تكون بعد الصلاة. إنما الخلاف التفصيلي بينهم كما يلي: هل هو بعد فعل الصلاة أو بعد وقت الصلاة؟ ما الفرق؟ من يقول بعد فعل الصلاة، يعني لا بد أن يصلي العيد ثم يذبح، فإن دخل وقت الصلاة وتأخر الجامع في إقامة صلاة عيد الأضحى فلا تذبح حتى تتم الصلاة. يعني لو اتفق أهل بلد أنهم يصلون عيد الأضحى الساعة 10 صباحا فلا يذبح قبل 10. وعلى القول الثاني فالمقصود أن يكون بعد صلاة العيد وقتا، يعني إذا مضى من طلوع الفجر وطلوع الشمس قدر ما تصلى صلاة العيد فإنه يجوز أن تذبح الأضحية ولو ما صلى، لأنه قبل الصلاة، يعني قبل وقت الصلاة. الأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الشافعي. ما الفرق الناشئ عن الخلاف في هذه المسألة؟
الفروق عدة، أهمها فرقان. الأول، طيب ما حكم من ذبح وقد مضى وقت الصلاة ولم يصلي؟ بل ما حكم من أراد أن يذبح الأضحية وهو لم يصلي العيد؟ فعلى قول الجمهور لا يذبح الأضحية إلا بعد أن يصلي. طيب ما صلى؟ والمذهب عنده سنة مؤكدة، لهي مشترطة لقوله من صلى ونسك فقد أصاب، فعلق الإصابة بأمرين، الصلاة ثم الذبح، فمن جمع الأمرين قال أصاب النسك، وإلى هذا ذهب الجمهور. بينما من يقول إنه يكفي مضي وقت الصلاة فيجوز عندئذ أن يذبح ولو لم يصلي، أو يذبح ثم يؤدي الصلاة، فإذا قيل لو ذبحت قبل الصلاة قال لا مضى وقت يسع الصلاة. فعلى هذا أهل بلد يقيمون صلاة عيد الأضحى الساعة 9 صباحا، 8، فذبح 7 صباحا وسيذهب بعدها إلى الصلاة، صحت ذبيحته على القول بأن المقصود وقت الصلاة لا فعلها. وسيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى الخلاف في هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي أبو عمارة ويقال أبو عمر، أنصاري أوسي، نزل الكوفة ومات بها في زمن مصعب بن الزبير، متفق على إخراج حديثه. البراء بن عازب صحابي ابن صحابي رضي الله عنه عن أبيه وعن سائر الصحابة، أنصاري من صغار الصحابة، ممن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لصغر أسنانهم في غزوة أحد، مثل ابن عمر رضي الله عنه، ومثل رافع بن خديج وسمرة بن جندب رضي الله عن الجميع. نعم. وأبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن نيار، وقيل هانئ بن عمرو، وقيل الحارث بن عمرو، وقيل مالك بن هبيرة. مختلف في اسم خالي البراء بن عازب، وقد سماه هنا في الرواية أبو بردة بن نيار، وفي بعض أحاديث الصحيحين سمي هانئ بن نيار، وقيل كان اسمه قليلا فناداه رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا، في بعض روايات هذا الحديث قال يا كثير شاتك شات لحم، ولذلك اختلف في اسمه كثيرا. نعم. قال ولم يختلفوا أنه من بلي، وينسبونه هانئ بن عمرو بن نيار، كان عقبيا بدريا. بدريا شهد بدر، فما معنى عقبي؟ شهد بيعة العقبة الثانية. نعم. قال كان عقبيا بدريا شهد العقبة الثانية مع 70 في قول جماعة من أهل السير، وقال الواقدي إنه توفي في أول خلافة معاوية رضي الله عنه. فلما يقال عقبي بدري، ليش ما يقال أحدي وخندقي وينسب إلى سائر الغزوات؟ المقصود أن ينسب إلى الأحداث التي تعلقت بأصحابها مناقب في الشريعة، لا كل الغزوات. فما يقال أحدي وخندقي، لا يقال هذا عادة في تراجم الصحابة رضي الله عنهم، لكن يقال بدري، ويقال ها هنا في مثله عقبي، أو يقال شهد بيعة الرضوان. لماذا التنصيص على هذه الوقائع؟ لما تعلق بأصحابها من المناقب. أما بدر فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه كما في الصحيح ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر كما قال أيضا جبريل عليه السلام ما تعدون أهل بدر فيكم، فذكر المنقبة وأنهم من خيرة أهل الأرض كما كانت الملائكة يوم بدر من خيرة أهل السماء، ولما ثبت أيضا في جملة أحاديث خص بها النبي عليه الصلاة والسلام تلك الفئة القليلة التي أثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم، وهم كالفئة القليلة التي قاتلت مع طالوت مع داود عليه السلام. وأما العقبي فنسبة إلى العقبة، وشهود بيعة العقبة وإن لم يرد فيها نص بعينه يشير إلى منقبة أصحاب العقبة، لكن حسبك أنهم الثلة التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وعلى النصرة إذا أتى إليهم وعلى المؤازرة، فهم كانوا سبب الفتح للإسلام والانتقال إلى المدينة وانتشار الدين والقوة والعزة التي كان بوابتها مبايعة هؤلاء الكرام أهل العقبة الأولى ثم الثانية التي على إثرها، فهم بايعوا موسم الحج
سنة عشر من البعثة، في مطلع السنة الحادية عشرة في ربيع الأول انتقل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا. ولذلك فإن من عمد إلى ترتيب الصحابة رضي الله عنهم على طبقات كما يفعل بعض أهل التراجم، فإنهم يعدونهم بحسب المناقب، فيعدون أعلى الصحابة رتبة الخلفاء الأربعة، وهم في ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. هذا اعتقاد أهل السنة، أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عن الجميع. ثم تتمة العشرة المبشرين بالجنة لاجتماع العشرة في غير ما رواية بشارة لهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة. ثم يعقب ذلك أهل بدر في ترتيب الطبقات، ثم يعقب ذلك من الصحابة رضي الله عنهم من شهد بيعة الرضوان سنة ست من الهجرة، أيضا لما فيهم من المنقب، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وكانوا 1400 وفي رواية 1500 وهم كسر بينهما. فهذه منقبة، فيعدون بعد ذلك أهل بيعة الرضوان وأصحاب البيعة يوم الشجرة سنة ست من الهجرة. ثم يعقب ذلك مسلمة الفتح، والمقصود بهم من شهد الإسلام بعد فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، فيعدون كل من أسلم قبل الفتح ليس كمن أسلم بعدها، وذلك لصريح نص آية الحديد، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهذه المراتب التي يرتب عليها الصحابة ليس تمييزا لبعضهم يمكن أن يكون ناشئا عنه الحط من غيرهم، حاشا، فكلهم رضي الله عنهم في الفضيلة وترضي الله عنهم ثابت له في نصوص القرآن والسنة، لكنهم يتمايزون. الرسل وهم رسل الله الكرام أهل الصفوة والاصطفاء والرسالة والنبوة والوحي، الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض عليهم صلاة الله وسلامه جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحديث دليل على الخطبة لعيد الأضحى ولا خلاف فيه. لا خلاف، لأنه ذكر الخطبة وإن لم تكن هي المقصودة بالدلالة، لكن لما قال رضي الله عنه في الرواية خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. نعم. قال: وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها كما قدمناه. من أين أخذ؟ قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة فصرح بذلك. نعم. قال: وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها كما قدمناه، والنسك هاهنا يراد به الذبيحة، وقد استعمل فيها كثيرا. استعمل لفظ النسك في معنى الذبيحة. قال: وقد استعمل فيها كثيرا، واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج، ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. فإذا قلنا مناسك الحج، هل يراد بها ذبح الأضاحي والهدي أم هو كل أفعال الحج إطلاقاً؟ وكلاهما صحيح. فإذا قلت مناسك الحج يدخل فيه الطواف والسعي والرمي والمبيت والحلق والذبح إلى آخر الأفعال، كلها تسمى مناسك. ولهذا يسمي أهل العلم صفة الحج المناسك أو منسك الحج، فالمقصود به أنه من الأفعال التي يتقرب بها العباد في فريضة الحج أركانا كانت أو واجبات أو سننا. والإطلاق الأخص أن من أعمال الحج الذبح، وهو خاصة يطلق عليه النسك. ومنه تفسير الآية، ففيها قولان: قل إن صلاتي ونسكي، هل المقصود يعني صلاتي وأفعال حجي؟ هذا أحد المعنيين، لكن الأظهر والذي عليه الكافة في المفسرين والفقهاء: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبح النسك والمراد به الأضاحي خاصة، ويلحق به الهدي أيضا في أعمال الحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبادات، ومنه يقال فلان ناسك أي متعبد. ناسك وفلان من النساك، يعني من العباد. سئل ثعلب الإمام اللغوي عن الناسك ما هو، قال مأخوذ من النسيكة، وهي سبيكة الفضة المصفاة.
قال كأنه خلص نفسه لله وصفاها لله عز وجل، فقيل له ناسك. نعم. وقوله من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، أي مثل صلاتنا ومثل نسكنا، حتى لا تبقى دلالة الحديث مختصة بصلاته صلى الله عليه وسلم، تقول لا من صلى صلاة يعني من كان معه في ذلك اليوم، ونسك نسكنا فلا يشملون هذا الحديث، لا، يقول من صلى صلاة يعني مثل صلاتنا، واليوم إذا صلينا صلاة عيد فنقول مثل صلاته عليه الصلاة والسلام. قال وقوله فقد أصاب النسك معناه والله أعلم فقد أصاب مشروعية النسك أو ما قارب ذلك، يعني أصاب فعل ذبيحة النسك على الوجه الصحيح شرعا المجزي. نعم. قال وقوله من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية، ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر، ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين، فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية، ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين، وقد ذكرنا أنه الظاهر. طيب، قال من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، قبل الصلاة قبل فعلها أو قبل وقتها، قلنا محتمل لهاتين الدلالتين، وسيأتيك في الحديث التالي أن ما ذهب إليه الجمهور أصرح لقول من ذبح قبل أن يصلي في الحديث التالي حديث جابر، فنص على حديث جندب، فنص على أن المقصود بالصلاة فعلها لا وقتها، لكن هما قولان سيأتيك الآن، يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية، ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة، لأنه قال قبل الصلاة، قال فإطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقت الصلاة خلاف الظاهر. طب فإذا أطلق لفظ الصلاة ما الدلالة الظاهرة؟ فعل الصلاة لا وقتها، فنقول الظاهر فعل الصلاة. طيب فإذا قلنا يمكن أن يحتمل وقت الصلاة، هل هذه دلالة باطلة؟ لا، هي خلاف الظاهر، يعني يمكن أن تجعلها درجة ثانية في الدلالة، إنما الظاهر ها فعل الصلاة. طيب ما الذي يقابل الظاهر من الأدلة المحتملة في اللفظ الواحد؟ المؤول. ما المؤول؟ المؤول دلالة مرجوحة لا يصار إليها مع ترك الظاهر إلا بدليل أو قرينة، فمن أخذ بالدلالة الظاهرة فإنه أخذ بظاهر اللفظ من حيث المعنى، ومن انتقل إلى الدلالة المرجوحة يلزمه إقامة الدليل على ذلك وتأويل هذا الظاهر إلى المعنى المرجوح، هذا من حيث التقعيد الأصولي. قال رحمه الله ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن الأضحية لا تجوز قبل طلوع الفجر، واختلفوا فيما بعد ذلك، بعد فجر يوم العيد اختلفوا فيما بعد، فمنهم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من قيد بفعل الصلاة أو بوقت الصلاة كما سيأتي. قال رحمه الله مذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين. طيب كم مقدار هذا الوقت؟ قال فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية، سواء صلى الإمام أو ما صلى، سواء صلى المضحي أو يعني مثلا صلى الإمام والمضحي ما صلى، هو المعتبر عنده ماذا؟ مضي وقت الصلاة ووقت الخطبتين، سواء ذبح الإمام أضحيته أو لم يذبح، سواء كان من أهل الأمصار أو أهل البوادي. هذا مذهب الشافعي. السؤال كم مقدار وقت الصلاة ووقت الخطبتين؟ طيب الصلاة معلومة ركعتان، والمقدار المتوسط قراءة مثلا الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون مثلا، هذا يمكن أن يقدر. طيب والخطبة التي قد تقصر وقد تطول، قد تكون 5 دقائق وقد تكون 50 دقيقة، ما الذي يقرره الشافعية؟ يقولون وقت خطبة الصلاة وخطبتين خفيفات، يعني يجعلون المعتبر في ذلك المختصر من الصلاة والخطبتين،
فإذا قدرته اليوم ستقدره بدقائق معدودة، ستقول في حدود 20 دقيقة إلى نصف ساعة صلاة وخطبتين. فإذا مضى مقدار هذا الوقت فقد دخل وقت الأضحية عندهم. مرة أخرى، سواء صلى البلد العيد أو لم يصلوا بعد، سواء صلى المضحي نفسه أو لم يصلي، سواء ذبح الإمام أضحيته أو لم يذبح، سواء كان من أهل القرى والأمصار الذين القرى والبوادي الذين لا تجب عليهم صلاة أضحية أو لا تقام فيهم، أو كان من أهل الأمصار الذين تقام فيهم صلاة العيد. نعم. قال: ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين. قال: وذكرنا أنه الظاهر. من أين كان ظاهرا؟ من نسك قبل الصلاة، قلنا إطلاق الصلاة يحمل على الفعل في الظاهر لا على الوقت. أجمل رحمه الله مذهب غير الشافعي في مقابلة مذهب الشافعي، لأن العمدة عنده في الخلاف على هذه القضية. لكن غير الشافعي ليسوا مذهبا واحدا، الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد متفاوتون في تقدير الوقت المجزي شرعا لأضحية العيد. أبو حنيفة وعطاء رحمهما الله يقولون: أهل القرى والبوادي وقت الأضحية عندهم إذا طلع الفجر الثاني من بعد صلاة الفجر، وأهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فيجعلون الخطبة فيجعلون الحكم حكم الأضحية مرتبطا بالصلاة والخطبة في حق من؟ أهل الأمصار والمدن. أما أهل القرى والبوادي فمن بعد طلوع الفجر. لما؟ لأنه لا عيد عندهم، لا صلاة عيد عندهم، فلا يرتبطون بالصلاة التي لا تقام فيهم. وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله فإن الأضحية عنده يبدأ وقتها بعد صلاة الإمام وخطبتيه وذبح الإمام. إذا ذبح الإمام يبدأ وقت الأضحية ولا يذبح أحد قبله، سيأتيك الدليل، لأن إحدى الروايات تنص على ذبح الإمام. وأما مذهب أحمد وهو أيضا قول بعض السلف كالحسن البصري وإسحاق والأوزاعي، بعد صلاة الإمام وخطبته ولا اعتبار لذبحه. فهذا أيضا يعني هو جزء مما ذهب إليه الحنفية في حق أهل الأمصار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي. يعني من أين أضاف الشافعية وقت الخطبتين مع الصلاة؟ والحديث قال: من نسك قبل الصلاة، وذكر الصلاة دون الخطبتين، قالوا هي في حكم الصلاة متعلقة بها متصلة بها، فألحقوها بها، وليس في ذلك أيضا نص صريح. أما مذهب المالكية في اشتراط ذبح الإمام، فحديث الإمام مسلم في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه ولفظه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر عليه الصلاة والسلام من نحر قبله أن يعيد نحره ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذه الرواية فيها قيد زائد على الرواية التي جعلت المسألة متعلقة بوقت الصلاة، والقاعدة أن الروايات في الحكم الواحد إذا أطلق بعضها وقيد بعضها يحمل المطلق على المقيد، فنجعل ما قيد الصلاة فقط زائدا معه قدر قيد ذبح الإمام كما جاء في حديث الإمام مسلم. قال ابن رشد رحمه الله: اختلفوا في من ذبح قبل الإمام وبعد الصلاة، فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، دلالة على إبطال كونها نسكا. إبطال كونها سكا، فماذا تكون؟ لحم ينتفع به، لا نسك ولا ثواب. وفي رواية لهذا الحديث في بعض الروايات قال: إنما هو لحم قدمته لأهلك، يعني هو لحم للبيت وطعام البيت، لحم ثلاجة كما يقال اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه دليل أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل،
وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة. هذه قاعدة أصولية نافعة، العذر بالنسيان والجهل، هذه من أدق القواعد وأكثرها تفصيلا عند الأصوليين والفقهاء. هل النسيان عذر وهل الجهل عذر؟ ولهم في هذا تفصيلات، وكتب الأصول وقواعد الأصول والقواعد الفقهية أيضا لا تخلو من ذكر هذه القاعدة النافعة. ومرد ذلك إلى جملة من النصوص والأحكام والمسائل. الآن أبو بردة الذي ذبح شاته قبل الصلاة كان عالما بالحكم أو جاهلا؟ جاهلا. ما الدليل؟ لأنه ما سمع الحكم إلا أثناء الخطبة، قال من نسك قبل الصلاة، فهو ما علم إلا الآن، فلذلك قام معتذرا قال يا رسول الله أنا ذبحت شاتي قبل أن آتي إلى الصلاة وتغديت. قال شاتك شات لحم. الآن هو جاهل بالحكم، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ شاتك شات لحم. ما عذره، ما قال مسموح لك، ولا اعتبر حكمه فعله صحيحا بالخطأ الذي وقع فيه جاهلا، والناس مثله أو قريب منه في الأحكام. قال رحمه الله في الحديث دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. إيش يعني لم يعذر؟ يعني آثم؟ إيش مقصود بعدم العذر هنا؟ عدم إجزاء الفعل الذي وقع منه جهلا. طيب ناسي، نسي صلاة الظهر وما تذكر إلا بعد العصر، قال وصليت، قال لا كنت ناسي، نقول عفى الله عنك؟ لا. قال دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. ثم قال رحمه الله وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات. فانظر، إن كان الفعل الذي وقع من المكلف جهلا أو نسيانا، إن كان مأمورا فإنه لا يعذر، وإن كان منهيا فهو معذور. قال فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة. حديث الإمام مسلم وغيره لما قال كنت أصلي فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، قلت يا ثقل أماه ما شأنكم تنظرون إلي، فمضى يتكلم مزيدا من الكلام إلى أن قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فين الدلالة؟ قال له أعد الصلاة؟ لا، ما أعاد الصلاة. ما الفعل الذي وقع منه؟ خلاف مأمور أو خلاف منهي؟ ما هو؟ المنهي أن يتكلم في الصلاة، هذا من مبطلات الصلاة، فوقع في أمر منهي وهو الكلام، فذلك عد له عذرا. طيب والمسيء صلاته لما جاء صلى مرة ومرتين وثلاثة قال ارجع فصلي لم تصلي، أين الخلل عنده؟ في المأمور. إيقاع الصلاة المأمور بها كانت عنده خلل، كان جاهلا أو عالما؟ جاهلا. ولهذا قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. طيب ليش عذر معاوية بن الحكم ولم يعذر المسيء صلاته عليه الصلاة والسلام؟ كلاهما جاهل، هذا وقع منه الجهل في فعل منهي وذاك في فعل مأمور، ففرقوا في القاعدة بين المأمورات والمنهيات. فهذه قاعدة عظيمة تنبني عليها أحكام جمة في الشريعة في أبواب متعددة، من أحكام الصلاة، من أحكام العبادات عموما، من العقود التي فرقوا فيها. قال كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه، إذن الجهل والنسيان عذر في المنهيات. إيش يعني عذر في المنهيات؟ له ما في إثم حتى في المأمورات، اتفقنا على أن رفع الإثم حتى في المأمور، فرط في المأمور أخطأ فلا، فالنسيان عذر بمعنى أنه غير مؤاخذ شرعا. نعم، في المأمور مطلوب بالقضاء بالإعادة، باختصار باستدراك ما وقع منه من خلل جهلا أو نسيانا، لكن في المنهيات خلاص لا حاجة فيه إلى الإعادة، إلى القضاء، إلى. طيب شخص صلى وفي ثوبه نجاسة يعلمها قبل الصلاة،
وقال إذا رجعت البيت ودخلت الحمام أكرمكم الله غسلت النجاسة، سواء مر بمكان فيه نجاسات فأصاب طرف ثوبه أو قطر عليه بول أو كان فيه شيء من ثيابه نجاسة، فقال إذا عدت إلى البيت وعاد إلى البيت وقد نسي وهو على طهارة فتوضأ أو كان متوضئا صلى، لما أتم الصلاة ويخلع ثوبه رأى النجاسة فتذكرها يعيد صلاته؟ هذا ناسي أو جاهل؟ طب هذا ناسي. والجاهل من هو؟ من وقعت عليه نجاسة لا يعلمها ولا يدري عنها فصلى، فلما أتم الصلاة جاء يخلع ثيابه فرأى النجاسة. طيب فرقوا في هذه المسألة لحديث النعلين التي صلى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتاه جبريل فأخبره أن فيهما نجاسة فخلع نعاله، فخلع الصحابة نعاله. موضع الشاهد أخبرهم بعد الصلاة أن جبريل عليه السلام بلغه أو أعلمه بالنجاسة التي على نعليه فنحاهما. موضع الشاهد أنه ما قضى الركعات التي صلاها بنجاسة لم يكن يعلمها. وأما الناس ففيه روايتان أو أكثر من قول عند الفقهاء. المقصود أن التفريق بين المأمورات والمنهيات من الضوابط التي فرقوا فيها بين الناس والجاهل حال الأمر أو حال النهي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفرق بينهما بأن المقصود بين ماذا وماذا؟ باب المأمورات وباب المنهيات. نعم قال وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بفعلها، فبالتالي حتى لو نسي الفعل أو جهله يعود إليه ليحقق مصلحة الفعل الذي نسيه أو جهله. نعم قال والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه. نعم أو قد وقع المنهي عنه فما السبيل إلى استدراكه؟ وقع فعل قد وقع وهو منهي عنه لكن وقع نسيانا أو جهلا فلا يقال فيه إلا عفى الله عما سلف. طبعا قيد الفقهاء ذلك بضوابط، ما لم يكن في الفعل المنهي عنه ما يستوجب الاستدراك، مثل أن يكون قد أخطأ وقد اشترى طعاما في كيس فوضعه بجواره ثم جاء فأخطأ فحمل كيس غيره وهو نازل من الحافلة من القطار فأكل طعامه، فقيل له أفسدت مال فلان أو أكلت طعامه، قال أنا جاهل وناسي، وتعلمنا في الفقه أن المرء معذور بجهله أو نسيانه، فهذا لا يقال فيه عفى الله عما سلف. نعم في الإثم ولا مؤاخذة عليه لأنه لم يسرق ولم يغصب مال غيره، لكن يقال رد لصاحب المال ماله وعوضه مثلا ما حصل من إتلاف أو إفساد ونحو ذلك. ففرقوا بين ما يستوجب حقوقا للعباد ما فيه مثلا من أرش جناية أو إتلاف أو قيمة طعام وممتلكات ونحوها، وكل ذلك ضبطوه بقواعد حتى تكون قاعدة التفريق بين المأمورات والمنهيات ذات ضوابط يمكن تفصيلها بصور وأحوال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله ولن تجزي عن أحد بعدك الذي اختير فيه فتح التاء بمعنى تقضي، يقال جزى عني كذا أي قضى. قال المختار فيه فتح التاء، من الفعل جزى يجزي والمؤنث تجزي، قال تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، ولهذا في القرآن الكريم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي يعني لا تقضي حق غيرها، فهذا من الفعل جزى يجزي. وقوله المختار، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الرواية بالفتح في جميع طرق الحديث، إذن إشارة إلى أن من نقل ضم التاء تجزي فهي لغة صحيحة عند العرب، بل يقال إنها لغة بني تميم، والفعل عندهم ليس جزى، الفعل عندهم أجزأ، يقال أجزأت عنك الشاة أو أجزأت عنك الوليمة أو المال أو الطعام ونحو ذلك. فإذا الفعل الرباعي أجزأ يأتي مضارعه بضم أوله يجزئ، ويمكن أن تبدل الهمزة الأخيرة يعني فتقال يجزي، قال تجزيك
ولن تجزي أو تجزئ عن أحد بعدك. فعلى هذا يجوز ضم الياء والإتيان بالهمزة ومعناها الكفاية، أجزأ يعني كفى، بينما جزى بمعنى قضى، ولغة جوزها بعض أرباب اللغة كابن الأثير، لكن الرواية كما سمعت كما يقول الإمام النووي رحمه الله بفتح التاء وهي لغة أهل الحجاز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكا، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه. وقد صرح الحديث بتخصيص أبي بردة بجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه، فامتنع قياس غيره عليه. طيب، فالذي يأتي بعد أبي بردة ويقع منه هذا الفعل لا يقع نسكا عنه ولا قضاء له، يعني من ذبح قبل الصلاة ثم أراد أن يعوض وعنده شاة صغيرة فإن الحكم لا يلحقه. فإذا قيل: أما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة وعذره بجهله، فلنجعل غير أبي بردة ممن وقع في مثل ذلك جاهلا أن يعطى الحكم نفسه، فماذا يقال؟ يقال: نص الحديث على ماذا؟ على تخصيصه بهذا الأمر. والقاعدة أن ما خص من الأحكام بأشخاص لا يجوز تعديه بالقياس، خلاص مخصص به. قال له عليه الصلاة والسلام: خاصة هي لك خاصة، فكيف تقول من كان مثله يعد إليه الحكم؟ لو عدينا الحكم إلى غيره ما كانت خصوصية. فقوله رضي الله عنه ورحمه: صرح الحديث بتخصيص أبي بردة بجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه، قال: فامتنع قياس غيره عليه. انتهى كلام المصنف رحمه الله عن الحديث. وفي جملته الأخيرة هذه مناقشة، مردها إلى ماذا؟ مردها إلى الروايات الأخرى التي جاء فيها هذا الحكم النبوي لغير أبي بردة رضي الله تعالى عنه، ووقع ذلك لأربعة من الصحابة سوى أبي بردة. والأربعة جاءت رواياتهم متعددة: عقبة بن عامر وزيد بن خالد الجهني وسعد بن أبي وقاص وأبو زيد الأنصاري رضي الله عن الجميع. أما حديث عقبة بن عامر ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه عتودا، يعني هي مثل العناق الصغير من أنثى الماعز التي لم تبلغ ستة أشهر أو بلغت الستة ولم تبلغ سنة، وقال: ضحي به أنت. طيب، أعطاه ورخص له، أما قال قبل قليل: أبي بردة لن تجزي عن أحد بعدك، فكيف أجازني عقبة؟ هذا إشكال يحتاج إلى جواب. في زيادة عند البيهقي لهذا الحديث، حديث عقبة في الصحيحين، قال: ولا رخصة لأحد فيها بعدك. فهذا موطن إشكال. أين الإشكال؟ تخصيصه بحكم كالذي خصص به أبا بردة وقال لكل واحد منهما لن تجزي عن أحد بعدك. قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة رضي الله عنه. بهذا جمع البيهقي أن تكون رخصة مشتركة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في هذا الجمع نظر، لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء وقوع الثاني، فمن هنا ينشأ الإشكال. قال الحافظ ابن حجر: وأقرب ما يقال فيه إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، فتكون خصوصية الأول نسخت بثبوت خصوصية الثاني، ولا مانع من ذلك لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحا. هذا عقبة رضي الله عنه. أما زيد بن خالد ففي سنن أبي داود وصححه ابن حبان وهو أيضا عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أعطاه عتودا، والعتود أيضا هو الصغير من الماعز، وقال: ضحي به. قال: قلت إنه جذع من المعز، والجذع ما كان بين ستة أشهر، أفأضحي به؟ قال: نعم ضحي به. قال: فضحيت. وأما حديث سعد رضي الله عنه ففي الطبراني في الأوسط أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه جذعا من المعز وأمره أن يضحي به، وفي إسناده ابن لهيعة ضعيف. وفي سنن ابن ماجه في حديث أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله عليه الصلاة والسلام بدار من دور الأنصار فوجد فيه ريح قتار طبخ وحطب، قال: من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل منا قال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني. فأمره أن يعيد، قال: والذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن، قال: فاذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك. والحديث أيضا فيه أبو قلابة كثير الإرسال. فلو اقتصرت على الصحيح من الأربعة فعقبة بن عامر
وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر: الحق أنه لا منافات بين حديثي أبي بردة وعقبة بن عامر وبقية الأحاديث. ليش خص أبي بردة؟ لماذا خص أبا بردة وعقبة؟ لتصريحه بقوله: لن تجزئ عن أحد بعدك، لهذين الاثنين خاصة. وأما غيرهما الثلاثة البقية فذكر عنهم ما ذكر، لكن ما فيه تخصيص، إنما فيه أنه جوز لهم عليه الصلاة والسلام ذلك. قال رحمه الله: أنه لا منافاة لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر. ما هو؟ عدم إجزاء ما كان دون السن المجزئة. ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزي، يعني ما ثبت عن سعد وما ثبت عن أبي زيد وغيرهم وزيد بن خالد كان قبل أن تمنع السن الصغيرة، فكان يعطي هذا جذعا ويقول ضحي به، ويقول لذلك ضحي ولا حرج. ثم ماذا؟ ثم تقرر الحكم باشتراط السن وأن الماعز لا يقل عن سنة. فقال رحمه الله: واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك، فتكون المشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء للخمسة، أم لا في خصوص منع الغير، فإنه لم يثبت الإجزاء وسب ونفيه عن الغير إلا لأبي بردة وعقبة. قال رحمه الله: وإن تعذر هذا الجمع الذي ذكرته فحديث أبي بردة أصح مخرجا، يعني إن كان ولا بد فسنرجح حديث أبي بردة لتخريج الشيخين لحديثه في الصحيحين. يبقى أيضا نقطة ذكرها بعض شراح الحديث. قال الفاكهي: انظر الحكمة في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم واطلب السر فيه. واقتصر على ذلك بأن المسألة جديرة بالتأمل باختصاص أبي بردة رضي الله عنه. وأفاد الماوردي الحديث كما قال ابن الملقن، قال: في اختصاص الإجزاء بأبي بردة وجهان، أحدهما أنه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه، الثاني أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه، ثم اختلفوا هل ذلك كان بوحي أو باجتهاد، على قولين والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث كالذي قبله كالحديثين قبله، فإنه ذكر المسألتين. ما هما؟ الترتيب، أن تكون الصلاة قبل الخطبة، وهنا صرح بالترتيب: ثم صلى يوم النحر ثم خطب، فتبين أن الخطبة واقعة بعد الصلاة بلا خلاف. وذكر أيضا مسألة حديث أبي بردة قبل قليل، وهو اشتراط كون الأضحية بعد الصلاة لا قبلها. قال رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. فتصريح بأنه اشترط أن تكون الذبيحة. طيب، ما الجديد في الحديث؟ طيب، بعض إفادات أفادها الحديث. قلنا قبل قليل في الحديث الأول لما قال: قبل الصلاة، من صلى صلاتنا ونسك نسكنا قبل الصلاة، لما قال قبل الصلاة قلنا كان محتملا هو فعل الصلاة أم وقتها. هنا ماذا قال؟ قال: من ذبح قبل أن يصلي، فقيد ذلك بفعل الصلاة، فكان آكد كما سيذكر المصنف أنه أظهر في الدلالة من الحديث الذي قبله. هذه فائدة أفادها هذا الحديث ليست موجودة فيما سبق أو أظهر منها. الفائدة الثانية أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: ومن لم يذبح قبل الصلاة فليذبح بسم الله. هل هذا الأمر إيجاب للأضحية؟ نعم، هو بعض أدلة من قال بوجوب الأضحية، فإن من ذهب إلى الوجوب قال بأن هذا من أدلته، قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح، ومن لم يذبح فليذبح. طيب، أنت صليت العيد، تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يذبح فليذبح، فيتناولك الأمر.
وإلى هذا الوجوب ذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث وآخرون، فقالوا إن الأضحية واجبة. والمشهور في مذهب الإمام مالك أنها سنة على كل مسلم قادر عليها من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، قال إلا الحاج بمنى فإنه لا أضحية عليهم. وقال الشافعي وأحمد هي مستحبة. زاد أحمد رحمه الله قال لا يستحب تركها مع القدرة. فعامة قول العلم كما ترى إما الوجوب وإما الاستحباب المؤكد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقويا قول الحنفية والأوزاعي والليث إن الأدلة عليه ظاهرة، ثم قال يتأكد الوجوب في حق القادر، يعني لا تكاد تقول بعدم الوجوب في مسلم عنده قيمة الأضحية ولم يضحي، فهو أقرب إلى الإثم من القول بالاستحباب وعدم الوجوب لما تضافرت من الأدلة، وحديث الباب هذا أحدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله جندب بن عبد الله بن سفيان بجلي من بجيلة علقي، وهو حي من بجيلة يقال فيه جندب بن سفيان، متفق على إخراج حديثه. يقال مات سنة 64. مات رضي الله تعالى عنه في خلافة معاوية رضي الله عنهم جميعا. جندب بضم الجيم والدال، ويجوز فتح الدال جندب. ونقل ابن الملقن عن الحافظ المنذري تجويز كسر أوله وفتح ثالثه جندب. قال ابن الملقن كأنه قاله لغة من واحد الجنادب الذي هو طائر لا في هذا الاسم المعين، فينضبط الاسم بضم الجيم وضم الدال أو فتحها جندب وجندب. جندب بن عبد الله البجلي. قال رحمه الله تعالى بجلي نسبة إلى بجيلة، وبجيلة هي أيضا من كبريات قبائل العرب، نسبة وعلقي كما قال نسبة إلى بطن من بجيلة، وأما بجيلة فنسبة إلى بعض أو ولد أنمار، قبيلة كبيرة نسبوا إلى أمهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة، فسميت القبيلة بجلي، وهي من أيضا من كبريات قبائل العرب في جنوب الجزيرة. قال رضي الله تعالى عنه ورحمه حي من بجيلة يقال فيه جندب ابن سفيان، إشارة أيضا إلى اسمه واسم أبيه قد ينسب إلى جده، متفق على إخراج حديثه رضي الله عنه. سكن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة ومات بها في أيام فتنة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والحديث الذي رواه في معنى الحديث الذي قبله، وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الأول. من ما المعنى في الحديث الذي قبله؟ لا لا، اشتراط أن تكون الأضحية بعد الصلاة، مع الخلاف هل هو فعل الصلاة أو وقت الصلاة. قال الحديث في معنى الحديث الذي قبله اشتراط أن تتأخر الأضحية عن صلاة العيد. نعم. قال وهو أدخل، قال وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الأول. هذا الحديث أدخل في الظهور، يعني ظاهر وداخل في الظهور بشكل أكبر في اعتبار فعل الصلاة لا وقتها، أكثر ظهورا من الحديث الأول، لأن الأول قال قبل الصلاة وهذا قال قبل أن يصلي، فنسب إلى الفعل لا إلى اسم الصلاة. نعم. قال من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة. قال من نسك قبل الصلاة. نعم. إلا أنه إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزي الأضحية في حق من لم يصلي صلاة العيد أصلا، لقوله قبل أن يصلي، فنص هنا قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه. طيب وما راح صلى العيد، كان مشغول واشترى الأضحية وذهب إلى الجزار وضاق عليه الوقت بالكاد صلى الفجر ففاتت صلاة العيد، يذبح أضحيته لما يذبح؟ قال رحمه الله هذا الحديث أظهر في الدلالة على أن الأضحية لا تكون إلا بعد صلاة العيد، لكن يقول انتبه من سيأخذ بظاهر هذا الحديث في دلالته عليه أن ينتبه إلى ما يمكن إجراؤه أنه لا تجزي الأضحية في حق من لم يصلي صلاة العيد أصلا. طب حتى وإن كان يرى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، طب فما حكم الأضحية؟ قال لا يذبح أضحيته. لما؟ لأنه قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه،
فلا تكون أضحيته ذبيحته ذبيحة أضحية. نعم. قال: فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث. والأصل أن هذا هو مذهب الجمهور لما علقوا الأمر بفعل الصلاة لا بوقتها، سواء كما تقدم الخلاف التفصيلي عند الحنفية، التفريق بين أهل القرى الأمصار والبوادي، أو بين من جعل ذلك مقيدا بذبح الإمام كالمالكية، أو من جعله بفعل الصلاة. هم متفقون على أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة. طيب، فإذا كان بعد الصلاة فهل يدخل فيه صلاة الناس أو صلاة المضحي نفسه؟ هذا ربما تكون فيه تفاصيل المذاهب. أما من أوجب الأضحية وأوجب صلاة العيد كالحنفية، فالدلالة عندهم لا إشكال فيها، لأن يوجبون الصلاة ويوجبون الأضحية، ويشترطون أن تكون الأضحية بعد الصلاة. فهو فرق عندهم كما تقدم بين أهل الأمصار والبوادي وغيرهم، بين أهل القرى والبوادي وبين أهل الأمصار. ومن لا يرى الوجوب أيضا فلا إشكال، من لا يوجب صلاة العيد ولا يوجب الأضحية فيجعل هذا سنة وهذا سنة، لكنه يقيد ذلك بأنه إن أراد الأضحية فعليه أن يصلي. لما؟ لارتباط هذا الحكم أو تلك العبادة بالأولى، فجعلها مقيدة بها لقوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل أن يصلي. قال رحمه الله: فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث. نعم. قال: وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث. إذا لم نجعل هذا اشتراط الصلاة شرطا، لأنه لو افترضنا أن من يقول بوجوب الصلاة وعدم وجوب الأضحية ما صلى وأراد أن يضحي، أو قلنا إن الصلاة سنة مؤكدة أو فرض كفاية فقام به غيره ثم هو أراد أن يضحي، فتقول له: لا أضحية لك. طبعا تقدم أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى جواز الأضحية قبل الصلاة طالما مضى وقت يسعها ويسع الخطبتين معها، سواء صلى المضحي أو لم يصلي، سواء صلى الإمام أو لم يصلي، سواء ذبح الإمام أو لم يذبح، سواء كان من أهل القرى والبوادي أو من أهل الأمصار. فعلى طريقة الشافعي لا إشكال، لأنه طرد المسألة فجعل كل ذلك جائزا، ويحتاج أهل هذا المذهب إلى إجابة عن هذه النصوص التي قيدت من ذبح قبل أن يصلي، ولهم عنها إجابات، لأن بعض روايات الحديث: من ذبح قبل أن نصلي، والفرق واضح، قبل أن نصلي أهل البلد، نحن أهل البلد ولا اشتراط لصلاته هو، سواء صلى أو لم يصلي. من ذبح قبل أن نصلي، فإذا إذا أردت أن تذبح فبعد أن نصلي، وإن لم تصلي أنت، هذا دلالته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: فليذبح أخرى إحدى طائفتين، إما من يرى أن الأضحية واجبة. من أين أخذ الوجوب؟ فليذبح هذا أمر، ودلالة الأمر في ظاهره الوجوب، وبالتالي فسيكون هذا من أقوى أدلة من يرى أن الأضحية واجبة، وهي كما قلت لك قول أبي حنيفة والأوزاعي والليث وآخرين، وينقل أيضا قولا عن الإمام مالك، لكن الراجح في مذهب الإمام مالك رحمه الله أنها سنة على القادر عليها من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، واستثنى من ذلك الحاج. ومن أدلتهم في الوجوب: فصلي لربك وانحر، فالأمر بالصلاة مقرون بالأمر بالنحر، والمقصود به الأضحية أيضا. وفي حديث عند الترمذي وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، إن على كل بيت في كل عام أضحية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين. طيب، هذا الطائفة الأولى أن من يرى أن الأضحية واجبة يستدل بقوله فليذبح. طيب، ما حكم من اشترى شاة ونوى بها أن تكون أضحية؟ فإن قول طائفة من الفقهاء وجماعة منهم أن من اشترى شاة للأضحية تعينت الأضحية في حقه بالنية، يعني اشتراها ونواها أضحية، وهو لا يرى الوجوب،
لا يرى الوجوب، لكن طالما اشتراها صارت واجبة في حقه، فلا يقدر على التراجع ثم يبدو يوم العيد ويغير نيته قد تعينت في حقه. طب هل هناك وجه آخر لوجوب الأضحية لغير من يراها واجبة؟ طريقان يا كرام. من عدا الحنفية والثوري والأوزاعي كما تقدم لا يرون الأضحية واجبة، إلا أنها تجب الأضحية عندهم بأحد طريقين. الأول تعيينها بالشراء، بنية الشراء، اشتراها بنية الأضحية أصبحت واجبة على من اشترى شاته أو ذبيحته بنية الأضحية. والنوع الثاني النذر وغيره من الصيغ، قل لله علي نذر إن ولدت زوجتي، إن شفى الله مريضي، إن كذا إن كذا، أن أضحي هذا العام، فتعين أيضا في حقه وجوب من لا يجب عليه ابتداء. قال رحمه الله: هل يمكن أن نستدل لهؤلاء بقوله فليذبح بهذا الأمر؟ طب عد معي مرة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يذبح فليذبح، من لم يذبح قبل الصلاة فليذبح. طب جئنا إلى صلاة عيد الأضحى، الآن أنت صليت، ذبحت قبل الصلاة؟ قلت لا لم أفعل. إذن يتوجه إليك الأمر النبوي، أنت داخل في قوله من لم يذبح قبل الصلاة فليذبح، بسم الله يلزمك الذبح. ما الذي أوجبه؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الحنفية والثوري والأوزاعي يقول هذا دليل إيجاب الأضحية. طيب غيرهم لا يرى الوجوب، يقول قوله فليذبح يوجب الأضحية في حق من شراها وتعينت في حقه بالشراء أو من نذر. السؤال: هل يصلح أصوليا أن نستدل هكذا؟ نقول فليذبح إيجاب لكل من شرى الأضحية ونواها فتعينت في حقه، أو من أوجب الأضحية في حقه بالنذر. هذا تقعيد أصولي، يقول الصيغة صيغة عموم، أين هي؟ من؟ طيب ما حجم وقوع هذا الاحتمال؟ من يشتري شاتا قبل يوم العيد بنية الأضحية، كثير أو قليل نادر؟ كثير، إذن يدخل في العموم، لأن الصيغة صيغة تقعيد حكم وأصل عام، فالصيغ التي تأتي بصيغة عموم لتقعيد أحكام عامة تجري يراد فيها إدخال الصور الكثيرة أو الشائعة أو المتكررة لا النادرة. طيب صورة النذر أن ينذر أضحية لهذا العام، هذا كثير شائع واقع أو نادر قليل؟ بين المكلفين ليس هو الأصل، هو النادر، نادر من ينذر لله أن يضحي. السؤال: هل يدخل ذو النذر في هذا الحديث؟ الآن أنا شافعي مالكي حنبلي لا أرى الأضحية واجبة، أقول له كيف تفهم قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح بسم الله؟ فهمتم السؤال؟ لست حنفيا يقول بوجوب الأضحية، أنا مالكي أو شافعي أو حنبلي أجب عن هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام ومن لم يذبح فليذبح بسم الله صيغة عموم، تدري ماذا يقولون؟ يقول نعم فليذبح يعني من اشتراها بنية الأضحية، ويقول آخر لا، من أوجب على نفسه النذر أوجب على نفسه الأضحية بالنذر. يقال في التقعيد الأصولي لا يصلح أن تدخل في صيغة العموم الصور النادرة إذا كانت صيغة العموم لتقعيد الأصول وتقرير الأحكام، وإلا ستقع في إشكال أصولي، ما هو؟ أن تحمل اللفظ بعمومه على الصور النادرة، وهذا مسلك ضعيف عند الأصوليين، فهمت؟ ولهذا رد الجمهور على الحنفية تأويلهم حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، حيث يجيز الحنفية على الصحيح في المذهب عندهم النكاح بلا ولي مشروطا بإجازة الولي وليس على إطلاقه كما يفهمه بعض العوام. قالوا فإذا أجاز ذلك صح النكاح. طيب وحديث أيما امرأة نكحت نفسها؟ قالوا المقصود به الأمة التابعة لسيدها، فلا يجوز لها أن تنكح بغير إذن وليها يعني سيدها. قالوا هذه صورة نادرة، فحمل عموم الحديث في سياق تقرير الأحكام العامة على الصور النادرة مسلك ضعيف أصوليا. قال طيب نكاحها باطل باطل باطل؟ قالوا في تأويله مآله إلى البطلان، لأنه غالبا ما إذا نكحت الأمة نفسها بغير إذن سيدها يؤول نكاحها إلى البطلان لرفض سيدها وامتناعه فيبطل نكاحها، فهذا مثال كما سيشير إليه المصنف الآن رحمه الله.
مرة أخرى وقد يستدل بصيغة الأمر. قال وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح أخرى إحدى طائفتين، إما من يرى أن الأضحية واجبة. وتقدم أن هذا قول أبي حنيفة والثوري وغيرهم رحم الله الجميع. وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين. إذن غير من يرى أن الأضحية واجبة ليس أمامه إلا مسلكان أو طريقان، إما أن يقول تتعين بالشراء بنية الأضحية وعندئذ ستكون في حقهم واجبة ويحمل عليه هذا الأمر، أو يرى غير ذلك باعتبار لفظ في التعيين مثل النذر كما تقدم. إذن الحاصل ثلاثة صور: من يوجب الأضحية فيستدل بقوله فليذبح، من لا يوجبها إما يرى تعيينها بشرائها وهو قول طائفة من الفقهاء ويستدلون لذلك بحديث البيهقي أن رجلا اشترى بقرة معها ولدها بالرحبة وهي منطقة بالكوفة ليضحي بها، فقال له علي رضي الله عنه لا تشرب لبنها إلا فضلا عن ابنها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها. قال أبو زرعة حديث صحيح، وهذا من أدلتهم أن الأضحية تتعين بالشراء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل نادر، وصيغة من في قوله من ذبح صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي، وقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصور النادرة أمر مستكره على ما قرر في قواعد التأويل في أصول الفقه. فإذا تقرر هذا وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ يبقى التردد في أن الأولى حملها على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين. فإذا استبعدنا الصورة الثالثة النادرة من أوجب الأضحية في حقه بنذر أو بغيره من الألفاظ تبقى صورتان، ما هما؟ اعتبار الأضحية واجبة ابتداء أو اعتبار الأضحية واجبة وتعينها بشرائها. قال عندئذ يبقى التردد هل الأولى حمل اللفظ على من سبق له أضحية معينة وتعينت بالشراء أو على ابتداء إيجاب الأضحية من غير سبق تعيين، فأورد الاحتمالين ولم يجزم رحمه الله تعالى بأحدهما، ودلالة ذلك أيضا تبقى محتملة لهذا ولذاك. وعلى كل حال هو تطبيق لتقعيد أصولي يمكن أن يستفاد من هذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبه تم المجلس الليلة بفضل الله وتوفيقه، ونختم المجلس بفائدتين. الأولى أنه رحمه الله تعالى لم يتطرق أيضا إلى مسألة يمكن أن تكون مستفادة من الحديث فيما يتعلق بالذبح عموما والنسك أو الأضحية على وجه الخصوص، ما هي؟ التسمية. أحسن، التسمية على الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله، أمرا مقترنا بصفة، فهل الأمر بشيء موصوف يقتضي إيجاب الصفة أو لا؟ هذه أيضا قاعدة أصولية، لك أن تقول هو الأمر بالذبح والصفة المقترنة بالأمر لا يشترط أن تكون واجبة، حملت الأمر على الوجوب فهل الموصوف بصفته أو لا تلزم الصفة؟ على كل حال التسمية على الذبيحة سنة عند الشافعي ورواية عند مالك وأحمد وجمهور العلماء وواجبة عند آخرين. قال ابن سيرين والشعبي إذا ذبح المسلم من غير تسمية حرمت، سواء تركها عمدا أو سهوا، وهو الصحيح عند أحمد في صيد الجوارح. وقال الثوري وأبو حنيفة إن تركها عامدا لم تحل، وإن تركها ناسيا تحل، وهو أيضا الصحيح في مذهب مالك. حجة الجمهور حديث عائشة في صحيح البخاري إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها أم لا، قال اذكروا اسم الله وكلوا،
قالوا فلو كانت التسمية شرطا للإباحة لكان الشك في وجودها مانعا من أكلها. هذه الفائدة الأولى. أما الثانية فما يتعلق أيضا بقوله فليذبح بسم الله، والمراد بها هنا الفائدة اللغوية المتعلقة بقولك بسم الله، لأنها من حيث الكتابة تكتبها بألف أو من غير ألف، البسملة. إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم تكتبها بألف أو من غير ألف؟ من غير ألف. طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق بألف، فسبح باسم ربك العظيم. طيب أقول أبدأ بسم الله. طيب قال ابن الملقن رحمه الله قال الكتاب من أهل العربية إذا قيل بسم الله تعين كتبه بالألف، وإنما تحذب الألف إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها. فهذا التفريق عندهم. وعندئذ إذا يعني أوردت بسم الله في غير الصيغة الكاملة أو باسم ربك العظيم باسم ربك الذي خلق ونحوها فإنها تكتب فيها. قال ابن قتيبة أيضا في أدب الكاتب تكتب بسم الله إذا افتتحت بها كتابا أو ابتدأت بها كلاما بغير ألف، إذا افتتحت الكلام بسم الله أو افتتحت الخطاب أو الكتاب. قال لأنها كثرت في هذه الحال على الألسنة، في كل كتاب يكتب وعند الفزع والجزع وعند الخبر يرد والطعام يؤكل، فحذفت الألف استخفافا. قال فإذا توسطت كلاما أثبتت فيها ألفا، نحو أبدأ بسم الله وأختم بسم الله، وقال الله عز وجل اقرأ باسم ربك فسبح باسم ربك. قال وكذلك كتبنا أو كتبنا في الحالين في المصاحف مبتدأه ومتوسطه والله أعلم. تم بحمد الله مجلسنا بتمام ثالث أحاديث الباب، وتبقى فيه ثلاثة أخرى نرجئها إلى مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.